السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نكمل موضوع الـ Abnormal Behavior والـ Anomalies والـ Stable Vices، ونختم إن شاء الله موضوع الـ Abnormalities. سريعا، ده الشكل اللي عرضناه في أول جزء وإحنا بنتكلم على الـ Anomalies، وقلنا عندنا ثلاث أنواع: Somatic Anomalies و Reactive Anomalies و Oral Digestive Anomalies. الحقيقة احنا انتهينا من موضوع السوماتيك انوميليز والرياكتيف انوميليز، والنهاردة نختم ان شاء الله موضوع الابنورماليتيز بالاورال انجستيف انوميليز. طيب، قبل ما ندخل على الاورال انجستيف انوميليز، الحقيقة واحنا بنتكلم عن البايتينج تعرضنا لاستخدام المازل واستخدام حاجة اسمها الكرادل، والبعض سأل عليها، فانا جايب لكم فيديوهين صراع كده نشوف ان شاء الله ازاي بنركبهم. برضو في عندنا في الكريب بايتينج، واحنا بنتكلم عليه المرة السابقة، جات لنا أسئلة عن الموضوع بتاع الجلد بليت اند كريب بايتنج ستراب، فيديو صغير كده هنشوفهم، وبعد كده ان شاء الله نتناول مع بعض الاورال انجستيف انوميليز. ده المازل اللي موجودة وكيفية استخدامها في الهورس. دي بتبقى عبارة عن ليذر او جلد، بيبقى فيها بس فتحتين، الفتحتين دول بيبقوا بس مجرد ان هم يغطوا عندنا فتحة الايه التو نوسترلز بتاع الحيوان عشان الحيوان يقدر ياخد الريسبيريشن بتاعه بشكل طبيعي، بنركبها وبستراب او بنربطها في قلب الهولتر بتاع الحيوان بالمنظر ده. ده بالنسبة للمازل. بالنسبة للكرادل في حالة البايتنج، اهو زي ما احنا قلنا كده، عبارة عن ستيكس كلها بوينتد من قدام، بنركبها على التو سايدز اوف انيمالز في الرايت والليفت، وفي عندنا بالروبس دي بنقوم رابطينها مع بعض كده، وكل البوينتد اند بتاعت الايه الستكس دايركتد عند الايه الانجل اوف جو، بحيث الحيوان يلف يمين او شمال يلاقي في وسيله بانشمنت تخليه يقلل من عمليه البايتنج. اخيرا عندنا في حالة الكريب بايتنج هورس، او هورس بيعمل كريب بايتنج، يثبت الانسايسورز في قلب المانجر ويعمل سوالونج الاير. لو انتوا شايفين كده، لو رجعنا مرة تانية واحنا بنبص على الفيديو، نبص مرة تانية كده على الفيديو اهو، لو احنا شايفين واحنا بننزل هنا نلاقي فيه قدامنا الحقيقة بوينتد اندز اهي، بوينتد اندز دي مجرد ما الحيوان يجي يعمل سوالونج بينزل البليد ده لتحت، فالبوينت اندز دي او الشارب اوبجكتس دي تقوم عاملة بانشمنت للحيوان، فيرجع الانسايسورز مرة تانية او يرجع التو جوز مرة تانية وما يعملش سوالونج تو ذا اير. نكمل الفيديو. تعالوا مع بعض كده النهارده بالمنظر ده، وليها استراب كده على الجبهه بتاع الحيوان، عباره عن abnormal behavior related to ingestive habit اللي لها علاقه بالهابت بتاع الدايجيشن بتاع الحيوان، او بالبلدي كده او ببساطه شديده جدا الحيوان هياكل حاجه غير طبيعيه غير الاكل بتاعه اللي هو بياكله. اول حاجه عندنا الحيوان ممكن يبلعها وهي الويند ساكينج. الويند ساكينج الانيمال سوارمينج تو ذا اير وزاوت ايد اوف اني اوبجكت. يعني هنا ليه قلنا وزاوت اني اوبجكت؟ لان لو تتذكروا في البرزنتيشن السابق اتكلمنا عن الكريب بايتر هورس، والكريب بايتر هورس ده سوالونج اوف اير ويز اوبجكت، يعني اوبجكت بيعمل فيكسيشن للانسايسورز فيه ويبلع الهواء. هنا الهورس بقى محترف وبقى اكسبرت ويعمل سوالونج الاير من غير اي اوبجكت او من غير مساعده اي اوبجكت. طب الهدف بتاعها ايه او الاسباب بتاعتها ايه؟ الاسباب فيها هيريديتري بريدسبوزيشن زي الثرابريد هورسز، الثرابريد هورس من الخيل الرايت لايك بريد هورسز، الحصان ده عنده هيريديتري بريدسبوزيشن او خلفيه وراثيه ان البريد ده غالبا على طول بيعمل عاده الويند ساكينج. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون الحصان عندي كريب بايتر هورس،
and والبروجريشن بتاع الحاله بتاعته it changed to wind sucker horse، يعني حصان كان بيعمل swallowing الاير with the aid of the object اللي هو الكريب بايتر، وبعد كده نتيجه لانه بقى ويل اكسبرت وبقى عنده خبره عاليه جدا استغنى عن الاوبجكت وتحول للويند ايه للويند سكر، فبقى كريب بايتر اتشينج تو ذا ويند سكر. طيب عشان كده دايما على طول الدكتور عايز يشخص حاله كريب بايتر وحاله ويند سكر. لو هو كريب بايتر هيبقى عنده ويرنج في التيث زي ما اتفقنا لانه بيعمل فيكسيشن الاوبجكت. طيب لو رحت لقيت الحصان عنده ويرنج في التيث وهو ويند سكر ماهوش كريب بايتر، يبقى اذا انا بقول ده هو ويند سكر بس كان في البدايه هو كان كريب بايتر بدليل ان عنده ويرنج في التيس، لان هو لو بيعمل ويند سكر بدون اوبجكت المفروض ما يحصلش تاكل في الاسنان، ما يحصلش تاكل في الاسنان، علشان كده بنقول عندنا ويند سكر وعندنا كريب بايتر. نفرق ما بينهم ازاي؟ الويند سكر بيبقى ما فيش فيه ويرنج في التيس بينما الكريب بايتر فيه ويرنج في التيس. طب لو لقينا الحصانين عندهم ويرنج في التيس يبقى اذا الويند سكر حاليا كان في يوم من الايام كريب بايتر وتحول لويند سكر. وصلت الفكره؟ طيب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل للحصان نتيجه ان هو ويند سكر؟ نتيجه لان هو على طول عمال يبلع في الهواء فبيشغل عضلات الزور عنده كتيره، فالعضو اللي بيستخدم كتير يحصل فيه هايبرتروفي، يحصل فيه تضخم، العضلات بتاعت الصروت عنده، العضلات بتاعت الزور عنده تبدا تتضخم ويحصل فيها هايبرتروفي. مش كده وبس، اتخيل ان الاستومك عمال تنفخ فيها بهواء وبالتالي يحصل فيها ايه زي البالونه، يحصل فيها ستومك دايلاتيشن، ستومك دايلاتيشن. طب الهواء ده هيروح فين؟ هيبدا يعمل بلوت عند الحيوان وانتفاخ عند الحيوان، يبدا الحصان اللي امعائه ومصارينه مليانه هواء يبدا يعاني من مشكله الايه الكوليك او المغص. طيب امعاء الحيوان والاستومك بتاعته مليانه هواء يبدا يحصل لوس اوف ابيتايت ويحصل نيوتريشنال ديفيشنسي ويبدا يحصل ايماسيشن، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده في الكريب بايتنج، لان هي النهايه واحده ان هو بيبلع هواء. طيب نعمل كنترول على المشكله دي ازاي؟ قال لك اول حاجه عندنا ريموف ذا ريال كوز، ان انا اشيل السبب الرئيسي عندي، والسبب الرئيسي عندي ايا كان، سواء اذا كان هو ستريس فاكتور، سواء اذا كان تيزنج الانيمال، سواء اذا كان لوس اكسرسايز وهكذا. طيب الحاجة التانية عملوا أداة اسمها ويسلينج بيت أو فلوت بيت، الصفارة بمعنى بالمعنى بتاعها أو الترجمة بتاعتها. الفلوت بيت أو الويسلينج بيت عبارة عن صفارة كده بركبها للحصان زي اللجام وبتتربط على رأس الحيوان، فالحصان مجرد ما يجي يعمل سكشن تو ذا اير فور سوالوينج يقوم يطلع من كل الإيه الأخرام اللي موجودة، وسميناها ويسلينج بيت لأنها بتعمل صوت أثناء خروج الهواء منها. تعالوا كده نشوفها مع بعض. ده الفلويد بيت اللي احنا بنقول عليها اهي، الفلويد بيت بتبقى كلها اخرام بالمنظر ده ولها تو رينجز، الرينجز دي هتثبت بيها على رقبه الحيوان، بنيجي نضغط عند الماوس كوميشر وبندخلها عند الماوس كوميشر بتاع الانيمال وبنثبتها في قلب الايه على النيك بتاع الحيوان بالمنظر ده، يجي الحيوان يبلع هواء على طول يفضل بقه مفتوح فما يقدرش يعمل سوالوينج. الحاجه الثانيه الهواء ده يخرج من خلال الاخرام الخاصه بالفلوت بيت فبيعمل صوت بس للخروج اثناء الخروج بتاعه، وبتاني صوت شاذ عندنا هو الكوبو فاجيا ونبدا نشيلها. الكوبو فاجيا تخيل ان الحصان يعمل انجيشن تو ذا فيكال مطر، الحيوان بياكل الفيكال مطر بتاعته. طب تتوقعوا ايه اللي وصل الحصان لحاله الكوبو فاجيا؟ الحقيقه اول حاجه عندنا ان ممكن لو احنا عندنا الحصان ده يانج هورسز او فول صغير، الفول صغير ده بنعتبره ان الطبيعه دي او الكوبرو فاجيا ده نورمال فيه، لسه بيعمل اكسبلوريشن للاكل، بيعرف فين الاكل الطبيعي بتاعه، فممكن باي تشانس يبدا في الاول يعمل فيدنج تو ذا فيكال ماتر اوف مير، ياكل الفيكال ماتر بتاعه ام، ووجدوا ان هي برغم ان هي حاجه بتحصل نورمالي كده في اليانج فولز في بدايه حياتها الا ان هي لو فضلت مع الاعمار الكبيره تبقى ابنورمال بيهيفير. طب وجدوا برضو ان ليها فايده في الامهار الصغيره، ان هو بيعمل بالصدفه البحته الفيد لايتنج تو ذا فيكال ماتر اوف مير او اوف هير دام، الامهار الصغيره دي بتاكل الفيكال ماتر بتاع الام، بياخد بعض النورمال فلورا. ايه النورمال فلورا ده؟ ده بكتيريا نافعه بتعيش في امعاء الام، فبياخدها
من الفيكال ماتر بتاع الام عشان تبدا الامعاء بتاعته تشتغل ويبدا يتكون فيها البكتيريا النافعه اللي تساعده في الهضم في قلب الامعاء عنده. طيب لو فضل العمر كبير يبقى ده بقى abnormal behavior. عندنا لو انت عملت كرونيك ريستريكشن تو ذا فود، تخيل ان انت حطيت الحصان في الاسطبل والعامل بيتاخر عليه مطارات طويله، سبته وانت كنت بتقدم له الاكل للصبح في كل يوم الصبح الساعه 8 او الساعه 9، اتاخر عليه للعصر او للمغرب ونسي الحيوان ده ومتحطش عليه اكل، فالحيوان ده لو الحبل بتاعه متساب والحيوان ده بيقدر يحصل فري موفمنت ويتحرك بسهوله، هيبدا عايز يكفي جوعه فيبدا ياكل الفيكا المطر اللي موجوده في الجراوند. مش كده وبس، ممكن الايزوليشن فور لونج تايم، تخيل ان الحصان ده لو انت عامل له ايزوليشن فور لونج تايم بيبدا يحصل له فراستريشن ويبدا يحصل الحيوان ده احباط، فبيبدا يعمل اي حاجه غريبه يوصل بحاله من ان هو يقدر ياكل الفيكا المطر بتاعته، وده طبعا abnormal behavior وكأن الحيوان بيعبر لك عن استياء ونتيجة للإيه؟ للايزوليشن. أكل الفيكا المطر، الحصان لو أكل الفيكا المطر إيه الكومبليكيشن اللي يعاني منها؟ digestive disturbance أكيد طبعا، هيبدأ يحصل مغص ويحصل مشاكل معوية. الحاجة التانية تخيل إنه بياكل فيكا المطر فيبدأ يحصل السايكل بتاعة البارازايتس بتاعة الهلمنسز وبتاعة الديدان تبدأ تكمل، بياخد فيكال بياخد هلمنسز وياخد ديدان من قلب الفيكا المطر ويبدا يحصل انفستيشن ويتعدى بالطفيليات داخل ايه داخل الامعاء مره تانية. طيب نعالجه ازاي؟ اول حاجه نعمل ابلكيشن للمازل، المازل اللي احنا شفناها في الفيديو، نركب المازل للحيوان في غير ميعاد الاكل. رقم اتنين تاينج اب شورت، ما هو الحيوان عشان ينزل للارض بالماوس بتاعه ويبدا يتناول الفيكا المطر ده معناه ان الحبل بتاعه ايه طويل، فنبدا نعمله تاينج اب شورت. بعد كده نعمل له فيدنج تو ذا رافج. ايه الرافج دي؟ ممكن يكون الحيوان بياكل ماده مغذيه اللي هي المركزات الكونسنتريت ما بتكفيش احتياجه، فبنبدا نديله الرافج دي مواد مالئه، مواد مالئه زي الدريس وزي التبن وزي القش وزي الضراوه وزي الذره والحاجات دي كلها حاجات مالئه يبدا يملى بها معدته عشان يحس بالشبع. الحاجات الاخيره والمهمه ان انت تعمل ريجولار كليننج تو ذا ستيبل، ما تستناش لما الفيكا المطر تتكون ورا الحيوان، لازم العامل بتاعك ينظف الاسطبل باستمرار وما يديش فرصه لتراكم الفيكا المطر ورا الحيوان. السلوك المهم عندنا والتالت، احنا كده خدنا الويند ساكينج وخدنا الكوبروفاجيا، في عندنا حاجه اسمها لجنوفاجيا. ايه اللجنوفاجيا؟ الانيمال ايتنج ذا وود، الحيوان بياكل خشب. طب الخشب ده يتوفر حوالي فين؟ ممكن يكون المانجر بتاعه، ممكن يكون الايه الدور الاستيبل دور الباب بتاع الاسطبل بتاع الحيوان او بتاع البوكس بتاع الحيوان، ممكن يكون الباركس اوف ذا تري، ممكن الحصان تيجي تربطه في قلب الشجره تلاقيه قاعد بياكل في جذع الشجره. علشان كده دي حاجة غريبة جدا، الحصان المفروض ما ياكلش الخشب والمفروض ما ياكلش في قلب جذوع الأشجار، طب ليه الحصان وصل لده؟ الحقيقة وجدوا من الحصان ما بيلجأش للموضوع ده إلا لما بيفقد الرافج بتاعته أو المادة المالئة اللي هو بياكلها. ما احنا اتفقنا المادة المالئة دريس أو تبن أو قش أو دي بتملى معدته وتحسسه بالشبع. فتخيل إن أنت اديته ال 2 كيلو ال 3 كيلو ال 5 كيلو مركزات اللي هو اكلهم العلف المركز لسه جعان، فيبدا يدور على اي حاجه يملى بيها معدته، زي انت لما تاكل الوجبه الرئيسيه بتاعتك وما زلت لسه حاسس بالجوع تبدا تاكل اي حاجه مسليه تسد بيها جوعك. فده الرافج بتاع الحيوان. الحيوان هنا بيلجا لمين؟ يلجا يعمل eating to the wood material حواليه. طيب الحاله دي بقى لما تحصل للحصان ايه الكومبليكيشنز اللي هيعاني منها؟ الحقيقه ممكن يحصل عندنا دامج تو ذا دايجستيف تراكت. ليه؟ لان الحيوان ده هو بيبلع الخشب، الخشب ده بيبقى فيه سبلنترز، سبلنترز دي الرايش او الاشواك اللي بتبقى طالعه من الخشب، انت لو احيانا بتمشي ايدك كده على خشب خشن ممكن تلاقي دخل في ايدك شوكه من الخشب. أو الأشواك دي لو دخلت جوه أمعاء الحيوان ممكن تدخل في قلب جدار الأمعاء وتعمل لك كونتينوس إيه كوليك، الحيوان يفضل على طول بيعاني من ألم في أمعائه ومغص مستمر. الحاجة التانية والمهمة الويرينج تو ذا تيث، يحصل تآكل في قلب أسنان الحصان. الحاجة التالتة الدستراكشن تو ذا وودن ماتيريال زي الدورز وزي البارتيشنز او الفنسز اللي هي الفواصل ما بين الحيوانات وبعضها لو هي خشبيه يبدا يحصل فيها دامج. تخيل منظر البيبان زي ما انت شفت في الصوره اللي قبلها بالشكل ده. طب هتقول يا دكتور اعمل كنترول على الحاله دي ازاي؟ اولا ما تاثرش في موضوع الرافج مع الهورس،
اديله الرافج الكميه دي بتبقى اد ليبيتم. يعني ايه اد ليبيتم؟ يعني متاحه قدام الحصان كيفما يشاء. بعد كده تركب له المازل في غير ميعاد الاكل. الحاجه الثالثه تدهن له الودن ماتيريال او الودن سيرفيس اللي حواليه باوفنسيف اودر ماتيريال، تعمل له تجيب ماده كريهه كده وريحتها كريهه للحصان، وتيجي تعمل لها ايه بينتينج، تدهن بيها الايه الودن سيرفيس. فبيختاروا ماده الكيريزول. ماده الكيريزول، الكيريزول دي ماده ما يعني ايه اوفنسيف بالنسبه للهورس، مجرد ما يشمها يبعد عن الودن ايه وودن سيرفيس. اخر حاجه ان انت ما تعزلش الحيوان وتعمل له ايزوليشن، ولكن تو اكسرسايز يوصل للمرحله دي ان انا ابدا اعمل اكسس تو ايه تو باتشر اللي هو الايه المرعى او الاكسرسايز بتاع الحيوان. الحيوان يبدا يعمل اكسرسايز ويتحرك حركه تخليه يبعد عن الايه عن اللجنوفاجيا. الحاجه الرابعه عندنا وهي الترايكوفاجيا. ايه الترايكوفاجيا؟ الترايكوفاجيا ذا انيمال ايتينج اوف هير. يبدا الحيوان يعمل ليكينج تو اتس بودي، للبودي بتاع الحيوان نفسه، او تو ذا بودي اوف ذا اذر انيمال. ويبدا يعمل لما يعمل ليكينج ياخد الشعر ده على لسانه ويتعمل في شكل كور، ويبدا الحيوان يعمل له سوالوينج. تخيل الحيوان بيبدا يعمل ايه؟ يعمل سوالوينج الشعر. طيب ايه الاسباب؟ برضو لاكينج اوف رافج ماتيريال، لاكينج اوف رافج ماتيريال، ان الحيوان ده فقد الرافج اللي هو بياكلها، فيبدا يدور على اي حاجه ملقى، يبدا يلحس الشعر اللي على جسمه، او لو هو في السيزونال تشينجز او في التغيرات الموسميه ما بين الشتاء والصيف بيبدا يفقد شويه شعر، الحيوان يبدا يبلع الشعر ده. طب وهو الحصان لما يبلع الشعر بتاعه عشان يسد جوعه في حاله ان هو فقد الرافج او الماده الملقى، ايه اللي ممكن يحصل له؟ اكبر كومبليكيشن ممكن يحصل للحصان ان البولز دي او الكور من الشعر دي تبدا تتكون وتتلبد حوالين بعضيها جوه الامعاء بتاع الحيوان وتعمل لك هير بول. طب ايه الهير بول؟ الهير بول دي ممكن تعمل لك كوستراكشن، تقفل لك الامعاء بتاع الحيوان. ويجي الراجل بيشتكي يقول لك ده الحيوان ده ما عملش حمام بقاله يومين، ليه؟ يبقى الحيوان ده عنده كونستيبيشن. تبدا تدي بعض اللاكسيتيف وبعض الملينات، ممكن تلاقي ان اللي كان سادد الامعاء عباره عن هير بولز، هير بولز سد امعاء الحيوان نتيجه لانه بيمارس باد هابت اللي هي الترايكوفاجيا. طب الكنترول، لازم تدي له رافج، ولازم تعمل له ابلكيشن المازل في غير ميعاد الاكل، وتعمل له اكسسيف باتشر او اكسرسايز للحيوان او خروجه للمرعى علشان الحيوان ده يتحرك ويمارس الاكسرسايز. الحاجة رقم خمسة عندنا ان الحصان ده ما راحش بعيد وبدأ يبص تحت منه، فبدأ ياكل الليتر ماتيريال. هنا بنسميها ليتر ايتينج، ليتر ايتينج ذا انيمال ايتينج اوف بيدنج ماتيريالز. واحيانا البيدنج ماتيريال ده ممكن تكون عبارة عن سترو يعني قش، ممكن يكون عبارة عن وود شيفينج عبارة عن نشار الخشب تحت الحيوان، فيبدأ الحيوان ياكل فيها. وتخيل ان الليتر ماتيريال، السؤال اللي هيجي في ذهننا، ما هي موجوده تحت الحيوان، فالحيوان بيعمل عليها يورينيشن والحيوان بيعمل عليها ديفيكيشن، فالحيوان هياكل الليتر ماتيريال بكل البوليوشن وكل الكونتامينت اللي موجوده عليها. ايه اسباب الليتر ايتينج؟ ممكن يكون امبالانس في الراشن، العليقه بتاعته مش متزنه، العليقه بتاعته مش متزنه. وجدوا برضو من الاسباب الاخرى ان الفيدنج اوف ذا هورس ات رونج تايم، يعني انت ما عندكش سكادول ثابت للفيدنج بتاع الحصان، النهارده بتاكله الصبح الساعه 8، ثاني يوم جيت له الساعه 11، ثالث يوم جيت له الساعه 12، ما عندكش سكادول ثابت. الحصان بيحب دايما يبقى له سكادول في موضوع الفيدنج بتاعه، فبيبقى في فيدنج ريجيم معروف مواعيد الاكل، لو انت اتاخرت عنها بيبدا الحيوان يعمل صهيل ويعمل كولينج على العمل بتاعه لانه اتاخر على ميعاد الاكل بتاعه. فانت لو عملت فيدنج at wrong time للحيوان وما عملتش سكادول يبدا الحيوان جعان، يبدا يملى جوع، يسد جوعه بالبيدنج ماتيريال بتاعته. وجدوا ان احيانا من الهيفي وورم انفستيشن، نتيجه لانه عنده هيفي وورم انفستيشن، بيبدا عايز ياكل اي حاجه خشنه تشيل الاريتيشن اللي موجود في امعائه نتيجه الورم انفستيشن، فاحيانا يقبل على الايتنج للليتر ماتيريال، فده من ضمن الاسباب. طب نعمل كنترول ازاي؟ لازم تعمل له adjustment للكواليتي والكوانتيتي بتاعت العليقه بتاعته. والكواليتي يعني تبص على الجوده، هل هي بتوفي احتياجات الحصان ولا لا، والكوانتيتي الكميه. السبلمنتيشن اوف ذا فود ويز سولت ليكس،
نحط له بعض قوالب الملح جنب منه، لان الحيوان ممكن يكون بيعاني من نقص الاملاح، فيبدا يعمل يدور على اي حاجه مالحه فبياكل الليتر تحت منه لان فيها بعض اليورين فبتبقى مالحه، فالحيوان يدور على السولتس، فنبدا نديله سولت ليكس او قوالب ملح يعمل فيها ليكنج ويلحس فيها. الحاجه المهمه نعمل له فيدنج سكادول، تحدد مواعيد الاكل للحيوان وتفضل مستمر عليها. نبدا ندي للحيوان انسلمنتك يعني طارد للديدان، واخيرا نعمل ابلكيشن تو ذا مازل في غير ميعاد الاكل. يبقى كده احنا خلصنا عندنا الاورال انجستيف انوميليز، الاورال انجستيف انوميليز، واخدنا فيها مع بعض الويند ساكينج، اخدنا فيها الكوبروفاجيا، اخدنا فيها الليجنوفاجيا، اخدنا فيها الترايكوفاجيا، واخدنا فيها رقم خمسة الليتر ايتينج. في عندنا ابنورمال بيهيفير بيحصل احيانا في الهورس وهو السليبنج وايل ستاندنج. ايه السليبنج وايل ستاندنج؟ احنا كلنا عارفين معلومه من الاناتومي ان الحصان عنده ستي اباريتس، فالستي اباريتس ده عباره عن جهاز من تندونز وماسلز وليجامنتس بتساعد الحصان ان يعمل سليبنج ديورنج ستاندنج. بس الحقيقه السليبنج اللي بيعمله ديورنج ستاندنج ده اللايت سليب، نوم غفله، يعني يغفل بيه الحصان وهو واقف ويحكم التوازن بتاعه. انما الحصان له سليبنج تايم بيعمله ديورنج نايت، ما بنشوفوش وهو نايم في الوقت ده، ولكن هو بياخد تايم قرابه الفجر يريح فيه التندونز والليجمنتس بتاعت جسمه، فبيعمل الديب سليب ديورنج ايه ريكامبنسي وهو راقد على الارض، وبعد كده يقف الحيوان طوال اليوم ويعمل اللايت سليب ديورنج ستاندنج. هنا السليبنج هو الستاندنج نقصد بيه ان الحصان بيعمل الديب سليب ديورنج ستاندنج، ديب سليب ديورنج ستاندنج. سليبنج اوف ذا هورس ديورنج ستاندنج اصبح هنا باد هابت، لان يعني الحصان فير تو لاي داون، الحيوان بيخاف يرقد في الارض. طب ايه الاسباب؟ يعني ايه الاسباب اللي خلت الحصان يخاف يرقد في الارض؟ وجدوا في بعض الاحيان بيكون ليه هيريديتوري بريدسبوزيشن او انهيرتد في بعض الايه؟ في بعض الخيل اللي هي لها وايلد انسيستورز او اللي لسه مستانسه حديثا او صيدنها من البريه، فبيبقى الحيوان خايف يرقد في الارض لان هو مش خايف ان هو تو بي eaten by predators، ان هو يتاكل بواسطه ايه؟ اي حيوان مفترس، فلسه مش متعود عليها، ودي مش موجوده عندنا الحقيقه. انما الحقيقه المهمه جدا ان ممكن يكون عندنا باد هيستوري اوف كاستنج، احنا رقدنا الحصان قبل كده وعملنا له عمليه جراحيه في الاسطبل، فالحصان كل اللي في ذاكرته انه لو رقد هيتعمل فيه اللي اتعمل فيه قبل كده، فالحصان من الباد ميموري بتاعته ما يرقدش خالص، يخاف يرقد. الحاجه الثانيه ممكن الباد هيستوري اوف being trodden by other animal، كان الحصان نايم قبل كده والخيل اتساب فالحيوانات طلعت تجري في الاسطبل داسته وهو نايم في الارض، وبالتالي عنده باد هابت او عنده باد ميموري في الذاكره، عنده ذاكره سيئه انه انداس بالاقدام قبل كده من قبل حيوانات اخرى فخايف يرقد في الارض. دول بالنسبه للاسباب اللي ممكن تكون سواء اذا كان باد هابت او باد ميموري موجوده عند الهورس، سواء اذا كان من الكاستنج او الترودينج باي اذر انيمال بيفور. ايه المشكله لما الحصان يدخل في الديب سليب ديورينج ستاندنج؟ اكيد هيحصل ستريس على الماسلز والتندون والليجمنت اللي احنا محتاجينها اللي هي الستي ابريتس، وبالتالي يبدا يحصل ستريس وسبرين، يحصل جزع في المسل والتندون والليجمنت. الحاجه الثانيه ان ممكن الهورس مي بي فول داون ديورينج سليبنج، يعني الحيوان ده ممكن يقع وهو نايم وبالتالي يتعرض للفراكشر ويتعرض للكسر والاذى. الحاجه الثالثه والمهمه لو الحصان ده مربوط في حبل او في سلسله وجاء فولينج ديورنج ستاندنج، هو يا دوب عمل ديب سليب ام واقع ديورنج سليبنج، فلما وقع الحبل اتشد حوالين رقبته فحصل له ايه؟ سترانجلينج، حصل له سترانجلينج، اتشنق الحصان، شنق نفسه، انتحر من الاخر، ان الحيوان شنق نفسه نتيجة لأنه نام أثناء الإيه؟ أثناء الوقوف ودخل في الديب سليب. علشان نعمل كنترول على حاجة زي كده لابد إن إحنا نعمل ريموفال تو ذا ريال كوز، ريموفال تو ذا ريال كوز، ونعمل إن الحصان نشيل الباد هابت دي إزاي أو الباد ميموري إزاي؟ نشيل الذاكرة السيئة اللي عنده إن إحنا نعزله، نشيله من الإسطبل نوديه في لوس بوكس، لوس بوكس يكون بوكس كبير عبارة عن غرفة عزل.
بيبقى فيها بيدنج ماتيريال، ويبقى فيه درينكينج ووتر، وفيه افيلابل فيد، الحيوان ياكل ويشرب ويعيش في الاوضه دي اكن انا بغير له البيت. لو واحد عايش في شقه وعنده ذاكره سيئه في الشقه دي، بيحاول بقدر الامكان يغير السكن بتاعه عشان ينسى الذكريات الاليمه. فانا هعمل كده مع الحصان، بنقله للويس بوكس عشان ينسى الذكريات الاليمه من الاسطبل قبل كده. في حاجه ظهرت موجوده اسمها السلينجز، بركب له السلينجز. السلينجز دي ايه؟ عباره عن حوامل بركب على بركبها للحصان بالمنظر ده، بركبها له ديورنج نايت، بحيث ان الحصان لو جه نام وهو واقف وجه يحصل فولينج داون او يقع، يلاقي الايه؟ السلينجز شايلاه. المشكله الكبيره ان الحصان دي لازم تبقى برضو بتتحط اوقات ومع تغيير الايه المكان، ونمشي بارلل مع الايه مع المانجمنت والتغيير وكده، عشان الحصان ما يتعودش عليها وينام وتبقى زي الاربوحه بالنسبه له يعني. فدي بتبقى بالنسبه لنا ايه بتستخدم للعلاج والكوريك مع الكوريكشن بتاع اي ايه اي كوزز تانيه موجوده في الاسطبل اسمها السلينجز. بكده نبقى احنا شلنا الكوز، ركبنا للحصان السلينجز. بنبدا نركب بعض الدعامات. ايه الدعامات اللي بنركبها؟ نركب له بعض الاربطه زي ال بيسموه الستيبل باندج او الضماده، بنركبها على منطقه الفور كانون ومنطقه الهايند كانون عشان نحميها، لان لو الحيوان واقع ممكن يتكسر. وبركب له حاجه اسمها هوك بوت على منطقه الهوك جوينت، وبركب له حاجه اسمها ني كاب على منطقه الني جوينت، وكأنها ايه نظام واقيات بركبها على المفاصل اللي هي المفاصل الحساسه جدا عند الحصان، مفصل الركبه ومفصل العرقوب، بركب عليه الني كاب والهوك بوت، واركب له ستيبل باندج على الفور كانون والهايند كانون، وبرده بنيجي على منطقه الديل، منطقه الفقرات بتاعه الديل، واركب عليه حاجه بنسميها تيل باندج. ركبت دول، الحصان لو وقع يبقى انا مركب له واقيات بحيث الايه المفاصل بتاعته ورجليه ما تنكسرش ولا يجرى له اي ايه اي اذى او اي ضرر. كده يبقى انا ايه عالج، بحاول بقدر الامكان اعالج الحصان من باد هابت عندنا اسمها سليبنج ديورنج ستاندنج. سليبنج ديورنج ستاندنج. سريعا في دقائق معدوده نشوف الكاتل. الكاتل عندنا بعض الباد هابتس بتعملها الكاتل زي الميلك ساكينج، وهنا ما بقولش ساكلينج لان الساكلينج نورمال في العجول ان هي ترضع، انما هنا ميلك ساكينج ليه؟ لان بقره كبيره بترضع بتشد اللبن، بتشفط اللبن من بقره اخرى. ممكن يبقى في عندنا الكيكنج ان البقر يرفس، اه ممكن بيرفس، واحنا عارفين ان هو بيرفس في ايه لاترال اند سايد وورد، فبيرفس اه بيعمل كيكنج. ممكن يحصل عندنا حاجه اسمها كاف انتر ساكنج، تلاقي العجول ماسكه ودين بعضيها وعماله تعمل ساكنج، او ماسكه الامبلايكال كورد بتاع عجل تاني وبتعمل في ساكنج فيه. وفي برضو عندنا باد هابت بنسميها تانج رولينج. تانج رولينج يعني بتعمل ايه رولينج للايه للتانج، تطلع اللسان بره الماوس وتقعد ايه تلفه. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الحالات من عمليه الميلك ساكنج. بس الميلك ساكنج عندنا ده ابنورمال بيهيفير بيحصل نتيجه لان البقره ممكن تعمل سيلف ساكنج، تلف رقبتها وتوصل لقلب القدر وتشفط اللبن، او ساكت باي اذر كاو، فنسميه ميوتوال ساكنج. ميوتوال ساكنج ممكن يكون هيريديتوري بريديسبوزيشن او له خلفيات وسوالف وراثيه زي في حالات الجيرسي. الجيرسي كاو بتبقى اكتر من الهولشتاين، ده سلالات الاي الابقار، فعندنا الجيرسي بتبقى اكتر من الهولشتاين في ايه في الميلك ساكينج بيهيفير. عندنا برضو ممكن يكون ديفيشنسي، ممكن تخيل ان البقره بتعاني من نقص في الكالسيوم والفوسفور او نقص في الكالسيوم، فالبقره لو بتعاني من نقص في الكالسيوم بالاخص تبدا تدور على سورس، واقرب سورس هو الميلك، فتبدا البقره تعوض نقص الكالسيوم ان هي تبدا تعمل ساكينج اوف ميلك. ده عندنا اهو لو انتوا شايفين، سامعين كلنا الصوت، البقرة بتعمل سيلف ساكينج. البقرة هنا بتعمل سيلف ساكنج، يبقى انا نزلت الصوت علشان تسمعوه، انما لو علينا كده طبعا منظر صعب. تخيل تيجي تحلب البقره ما تلاقيش فيها لبن، ولو بصينا دي نلاقي الميوتوال ساكلينج. ده الميوتوال ساكلينج.
كاو ساين اوف اذر كاو بالمنظر ده. طيب طبعا الدروباكس بتاعته ان البقره ملهاش علاقه، البقره هنا بتدور على اللي ناقصها، بتدور على الحاجه اللي ناقصها بتبقى تعمل ساتسفاكشن للميت بتاعتها. فطبعا انت لازم اول حل لازم عندنا علشان نحط حلول لازم ريموف ذا ريال كوز الديفيشنسي اللي عندك، تبدا ايه تبدا تشيله وتبدا تعمل سبلمنتيشن بسولت بلوكس او ليكنج بلوكس سولت ليكس للابقار. نبدا بقى نعمل بارتيشنز ما بين الانيمالز وبعضيها، لان الانيمالز هنا على فكره برضو ده من الانفكشوس بيهيفير، لو بقره شافت بقره بتعمل الميلك ساكنج ممكن البقر كله يبدا يقلد بعضيه ويعمل نفس القصه. ممكن نعمل تاينج اب شورت، ما هي البقره ما لفتش وعملت الحركه دي الا ما ان هي الحبل متساب على الغارب، فنبدا نعمل تاينج اب شورت. بنركب حاجه اسمها الانتي ساكنج بيت. انتي ساكنج بيت دي عباره عن أداة بتبقى عبارة عن كلها ثقوب كده بالمنظر ده، بركبها في قلب المازل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، بحيث الشارب اوبجكتس ده الشارب اوبجكتس دي كلها تكون اوتورد ناحية بره. لو جت ترضع نفسها دي تعمل لنفسها بانشمنت وتقلم المنطقة بتاعت الأذر فما تكملش الساكنج، لو جت تعمل ساكنج من أذر كاو هتعمل بانشمنت للأذر كاو فهتمشي ومش هتستسلم ومش هتوقف لها بالمنظر اللي احنا شفناه في الفيديوهات. اخر حاجه تعالى ركب للبقره مازل في غير مواعيد الاكل. لو ركبنا للبقره مازل في غير مواعيد الاكل هتبقى طبعا كده بعدتها تماما عن الاذر فمش هتقدر تعمل ميلك ساكينج. في النهايه بشكركم، انا كده تناولنا مع بعض على 3 سيشنز او على 3 محاضرات منفصله كل الابنورمال بيهيفير او الانوميليز اللي ممكن نشوفها. طبعا في الحاجات بتاعت الكات اللي احنا تناولناها مؤخرا يعني ممكن نبقى ان شاء الله نتناولها ليتر، ولكن ايه مفيش وقت ان احنا نتكلم عليها بالتفصيل، انما ان شاء الله ممكن ناخدها في الكات المانجمنت ان شاء الله في المحاضرات النظريه. بشكركم وان شاء الله انتظرونا مع جزء اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.